حوي وحوي هي رحت يا تعبان هي وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر هبال شهر مبارك وبقاله زمان. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جوله جديده بناء على طلبكم. احنا النهارده هنصور كل الفوانيس الحلوه اللي انتم شايفينها دي، الفوانيس الحديد بتاعه زمان اللي انتم طلبتوها مني. كل الفوانيس موجوده بالمقاسات، بجد حاجات حلوه قوي. ومعانا النهارده بوفات، ومعانا كمان الفوانيس الكبيره الحلوه اللي انتم شايفينها دي. كل اللي انتم طلبتوه مني النهارده هتشوفوه في الفيديو. المكان ده حلو قوي وفي فوانيس حلوه جدا، والفينش بتاعها والوانها، الوانها بجد بصوا شايفين الالوان عامله ازاي. بصوا حبايبي هتيجوا تلاقوا هنا ابراهيم هيديكوا بنفس اسعار الفيديو، اللي يجي يقول له احنا تبع قناه تمر حنا عشان يديكوا بنفس الاسعار اللي انتم هتشوفوها النهارده. عندكم توصيل يا ابراهيم؟ نعم. توصيل؟ لا مفيش توصيل يا حبايبي، يعني اللي عايز حاجه يجي بقى ياخدها. المحل اسمه ايه؟ اسامه ابو العدب. اسامه ابو العدب. اسامه ابو العدب. وزي ما قلت لكم يا حبايبي احنا هنا بجوار مديريه الامن على طول، وهنا قدام المحل شركه احمد عبد الرحمن محمد. كملي بقى معايا الفيديو للاخر، الفيديو ده حلو قوي وهتشوفي فيه حاجات حلوه جدا، وكمان هتاخدي النهارده اسعار حلوه. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، ومستنيه رايكم في التعليقات. بص حبايبي معانا بقى الفوانيس الشغل الهاند ميد اهي، عامل كام ده بقى؟ 40. ده ب 40. ده عامل 40 جنيه، ده شغل هاند ميد. طب واللي هو الصاج ده؟ الصاج دوت برده ب 40. ده عامل 40 جنيه. بصوا ده شكله اهو، ده عامل 40 جنيه، في برده منه الوان المقاس ده. وده برده صاج وشغل هاند ميد اهو، عامل برده 40 جنيه. بصوا حبايبي هنشوف بقى التشكيله دي، ده شغل هاند ميد برده. ده عامل كام بقى المقاس ده؟ المقاس ده عامل 120. الله حلو قوي، ده كله صاج. وريني شكله. بصوا حبايبي ده كله صاج اهو، وشغل هاند ميد جميل. 120 جنيه عامل 120 جنيه. والمقاس الاقل ده 70. ده عامل 70 جنيه اهو، شغل برده هاند ميد، يعني بداية من اول 40 جنيه. بص الشكل ده كمان وريهولي كده، ورينا بقى الاشكال عشان احمر. الوان بقى واشكال. ماشي. وهنا ده عامل كام؟ ده زي ده 120 برضه. ده 120، ما تقلبوش، هم عارفين ان هو صاج. 120 جنيه. وهنا المقاس ده عامل كام؟ بص الشكل ده برضو حلو قوي، ده عامل كام؟ ده؟ كام الشمامة ده يا رب؟ بصوا حبايبي ده ب 140 جنيه، في برضو منه الوان. في برضو اللون ده حلو قوي. طب والشكل ده بقى عامل كام؟ الشكل ده ب 180 جنيه، ده برضو صاج وشغل هاند ميد. بص حبايبي كل الخياميه ده صاج كله، صاج كل الشغل اللي انتم شايفينه ده كده هاند ميد، مقاسات بقى من اول 40 جنيه. وده ب 180. ده ب 180، والشغل الخياميه بتاعه اللي هو بيبقى زي الشكل دوت كده بيقل 30 جنيه. بيقل 30 جنيه لو هتاخديه زي ده، اما الشغل الهاند ميد ده ب 180، وده برده ب 180؟ ده زيه ب 180. وده عامل كام؟ ودي ب 370. ده برده ب 370، شكله حلو قوي. كلها بتنور، الازاز كله بينور. يعني كل الفوانيس دي فيها سرية نور؟ لا. ده الازاز ده اللي بينور؟ بينور. طب وبصوا الشكل ده كمان، ده بكام؟ برده زيه؟ ده زيه برضو، اللون ده جميل قوي. في برضو معانا الفوانيس دي عامله كام بقى ده؟ ده صاج برضو؟ ده صاج في ازاز اهو، ده عامل 50 جنيه. ودوت ده ب 120. ده ب 120 برضو، صاج في ازاز. اشكال بقى الفوانيس الهاند ميد اهي، كلها الوان جميله قوي زي ما انتم شايفين كده. والكبير ده عامل كام اللي هو شغل الخياميه؟ الكبير ده ب 350 جنيه. الكبير ده ب 350، يبقى حلو قوي للبلكونات. في برده الشكل ده والشكل ده، في بقى كل الالوان بتاعته اهي، اللي هو ب 350، الوانه جميله قوي واشكاله حلوه. وده برده اي واحد من هنا عامل 350 دول؟ دوت القماش ال 3 دي. بصوا الاشكال عامله ازاي؟ في المقاس دوت. يعني ده ب 390 جنيه. ده ب 390. وهو نفس الحجم، بس ده خياميه وده فرق دوت قماش 3 دي. بصوا حبايبي ده خياميه ب 350، اما ده قماش 3 دي ب 390. في ازاز وفي نور؟ كل حاجه.
ولا هم لو عايزين يوصلوا نور يعني لو عايزه تحط انت فيه لمبه كهربائي جنبي هنا يوصل عايزه يوصل لك نور يوصل لك. الاشكال بقى كتيره اهي. كل الشغل ده كده اللي انتوا شايفينه ده كده كله شغل هاند ميد من اول 40 جنيه لغايه اعلى سعر 390 جنيه. في هنا برضو العربيات الفول والحاجات دي زي ما انتوا شايفين كده. الفانوس ده عامل كام؟ الفانوس ده ب 30 جنيه. ده ب 30 جنيه بينور. والفرع ده؟ الفرع ب 45. 45 جنيه الفرع ده. وملوان كتير. ده ايه بقى؟ مفارش؟ متر ونص في متر ونص قماشه حلوه قوي درجه اولى ب 35 جنيه. ده للسفره. في برضو منه الوان. السفره ب 70 جنيه 3 متر في متر ونص. 3 متر في متر ونص ب 70 جنيه. اما متر ونص في متر ونص بكام؟ ب 35. 35. في بقى منه الوان. شكله معمول له فرنسا. في منه الوان بقى. في اللون ده وفي اللون البيج ده وفي اللون الاحمر الخيامي وفي الالوان دي كلها موجوده. والزينه دي عامله كام الكيس؟ 7 ونص. ده ب 7 ونص 5 متر. في الوان اشكال بقى ايه؟ دي سعره 7 ونص. ودي ايه بقى؟ ده مفرش برضه. ده مفرش برضه. مفرش ستان ب 60 جنيه. ده مفرش ستان متر ونص ب 60 جنيه. في منه اشكال؟ في برضه اشكال اهي. اي مفرش عامل 60 جنيه. ما تيجي بقى هنا هيوريكي اللي انت عايزاه. بصوا اشكال كتيره وحلوه اهي. والهلال ده عامل كام؟ 35. الهلال ده عامل 35. حلو قوي. والهلال والاخضر بالنعمه 30 جنيه. وده 35 هلال بالجامع سعره حلو. والفرع النور ده عامل كام؟ 35. وده ب 35 وده ب 45. اي فرع من دول ب 35 وده ب 45. 5 متر مش كده؟ 6 متر. 6 متر. والميداليه؟ ميداليه ب 5 جنيه. ميداليه ب 5 جنيه. برده كل الاشكال موجوده اهي. بصوا اشكال كتير. اي واحده عامله 5 جنيه. بصوا حبايبي عربيه الفول دي كبيره جدا اهي. وفيها كمان القدرة الطبيعية. شكل القدرة بالظبط شكلها تحفة. فأثرية نور عاملة كام؟ 125 جنيه. شكلها حلو قوي وجديدة. وكمان العربية دي حلوة قوي اللي فيها القلل الترمس. دي عربية ترمس عاملة كام؟ 125. فيها 6 قلل. كل عربية فيها 6 قلل. جميلة وكبيرة عاملة 125. العربية الكبيرة دي ب 120 جنيه عليها طبقة مشمع. وعلبة المناديل الخيامية عاملة كام؟ كبيرة ب 25 والصغيرة ب 15. الكبيرة ب 25. علبة المناديل اهي. دي ب 25. دي ب 25 والصغيرة منها ب 15. دي خشب. طب وعلبة المناديل دي؟ 45 جنيه. بصوا العلبة دي جديدة برضو ب 45 جنيه. ده زي باسكت كده ومعاه علبة المناديل اهو. حلوة قوي. الاتنين ماسكين في بعض؟ 45 جنيه الاتنين مع بعض. حطينا بونبوني يعني. ده زي كده تحطي بونبوني تسالي اي حاجه. وده علبه المناديل الاتنين عاملين 45 جنيه. طب والفانوس الكبير ده عامل كام؟ الفانوس الكبير ده ب 1000 ونص. ب 1000 ونص كبير قوي. بصوا حجمه كبير 2 متر و20 سم. طب وده عامل كام؟ ده ب 500 جنيه. الحاجات دي عموله. والعربيه دي عامله كام؟ العربيه دي ب 100. دي ب 100. والبوف بوك ده ب 95 جنيه. ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. ده ب 400 جنيه النجمه اللوكس. طب والفانوس ده عامل كام؟ الفانوس ده ب 150. ده؟ وده؟ ده ب 130. اشكال حلوه قوي. يا رب حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى رايكم في التعليقات. تقولوا لي ايه رايكم على الحاجات الحلوه دي. صورت لكم كل الفوانيس وكل الحاجات اللي انتوا طلبتوها مني. فولك هم بجوار مديريه الامن على طول. المكان يعني ما يتوهش. عنده بقى حاجات حلوه زي ما انتوا شفتوا كده. وحوي وحوي يا رحت يا تعبان وحوي نظر جيت يا رمضان وحوي وحوي هل هلالك والبدر هبان يا الله شهر مبارك
طارق وبقى له زمان.